طلبة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رايحين اليوم بالمحاضرة الثانية نروح على الجزء الثاني من البيت كالكولاس ريفيو. بنشوف أول شيء الانيكواليتيز أند أبسوليوت فاليو، المتباينات والقيم المطلقة، وبنشوف بعض الخواص هنا تحت هذا العنوان. الأبسوليوت فاليو of x less than delta. Delta is real number مهما صار من يمين الزيرو إلى آخره، يعني أي real number هاي تكافئ if عند اللف minus delta less than x. ال x is متغير variables less than delta. إذا هذا delta هو real number موجب وال x هو متغير، واضح؟ فبنقول مثلا لو كان عنده هنا 5 قيمة مطلقة لأقل من 5 راح يكون الـ x بين ناقص 5 وال 5 أو أكبر من ناقص 5 أو أقل 5، بما أنه في عندي less than. لو كان في عندي يساوي، لا، لاحظنا هنا يساوي 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 أو أقل يساوي أو أقل، لو كان في عندي يساوي هون. طيب القيمة المطلقة لـ x minus c، c ثابت، دلتا real number نقول موجب. طيب نفكها بناء على السابق، أعطيني الـ x minus c ما في الداخل في المطلقة greater than minus delta less than delta، وهاي طبعا تكافي بنقل الـ c مرة من جهة اليمين هنا ومرة لجهة اليسار من هنا، ويصير عندي c minus delta لأن c جانب الموجب أقل من x أقل من c زائد delta. القيمة المطلقة لـ x minus c greater than 0 أقل من delta تعطيني f عند الـ f c minus delta less than x less than c or c less than x less than c زائد delta، والـor هنا طبعا لما نطلع الانترفل هذا والانترفل هذا راح يساوي الـor ناخذ اتحاد. القيمة المطلقة لـ x greater than epsilon، epsilon is real number مهما صار في ذلك، تعطيني x greater than epsilon or x less than minus epsilon. طبعا الدلتا والإبسلون هي أحرف نقول يونانية موجودة بكتب الرياضيات أو الكتب العلمية، فما في عندنا مشكلة بالتعامل مع هاي الرمز. إذا إبسلون ودلتا هي أحرف يونانية. هلا نأخذ عينات solve the inequality اللي أمامي، القيمة المطلقة لـ 3x plus 1 less than 10. طبيعي هي القيمة المطلقة لـ 3x plus 1 less than 10، فبناخذ أكبر من ناقص 10 لـ 3x زائد 1 أكبر من ناقص 10 وأقل من 10. طبعا لما نقول الـ 1 على الجهة الثانية بصير هذا 9، من الـ 1 الـ 1 على الجهة الثانية بصير هذا minus minus 10. minus 1 minus 10 is minus 11، ونقسم نقول المتباينة ما في تغيير في الاتجاه المتباينة على 3 كل البارت المتباينة، فبصير عندي x أقل من 3 وأكبر من ناقص 11 على 3. إذا مجموعة الحل هي الـ open interval، عندي open open the solution set is the open interval minus 11 over 3,3. إذا الـ interval هذا اللي أمامي. نروح لإكزامبل ثاني. إكزامبل solve the inequality الأبسولوت فاليو 5x minus 4 greater than 3. طبيعي هنا عندي بناء على الخواص اللي شفناها نقول بالسابق، عندي 5x minus 4 is less than minus 3 or 5x minus 4 مداخل في المطلقة greater than 3. طبيعي هنا راح بنقول المينس فرع كي تنسي البلس، عندي 5x less than 1 يعني عندي 4 minus 3 or 5x يساوي 4 زائد 3 7، عندي 5x greater than 7. هلا بقسم على 5 هون ما في تغيير للمتباينة كل البعض، بصير عندي x أقل من 1 على 5، وأقسم كذلك على 5 هون بصير عندي x or x أكبر من 7 على 5. إذا مجموعة الحل بسبب الـ or في عندي اتحاد، إذا x أقل من 1 على 5
معناته من open ناقص ما لا نهاية لواحد على خمسة اتحاد، طبعا هذا interval اتحاد من سبعة على خمسة رايحين للما لا نهاية. هاي هي مجموعة الحد. نأخذ example آخر، نعم خاصية سامية. عندي solve the inequality 0 less than القيمة المطلقة x minus 8 less than 4. عندي 0 less than القيمة المطلقة x minus 8 less than 4. هنا عندي c بناء على القصية سامية، هذا هو دلتا، إذن هذا هو c وهذا هو دلتا. القصية سامية عندي c minus دلتا يعني 8 minus 4 less than x less than c، or c أقل من x لا c زائد دلتا، c زائد دلتا 8 زائد 4 و 12. إذا هنا في عندي 8 minus 4 is 4 وعندي هنا 8، فهذا ال x هو greater than 4 less than 8، or 8x greater than 8 less than 11. طبعا بسبب الغرف في عندي اتحاد، الفترة هاي اللي هي هاي من 4 إلى 8 open open union اتحاد شغل اور من 8 إلى 12. إذن هاي هي مجموعة الحل. بنروح لشيء نحتاجه على الطريق لما نروح للفاكشنز، متى تكون الدالة هي even زوجية أو odd. even and odd function odd فردية زوجية أو فردية. even and odd functions and symmetry والتماثل، كيف التماثل نأخذ about the y-axis and about the origin. التماثل about the y-axis لما نشوف حطري المستقبل لما نعمل الجراف، لما يكون تم حركة من خلال طبعا الدومين للفاكشن، حركة على يمين محور y-axis في تماثل حول y، معناته راح تأخذ نفس الحركة على يسار محور y-axis. التماثل حول الأوريجن، إذا في حركة الجراف تبع الفاكشن بالربع الأول يقابلها حركة بالربع الثالث نفس الحركة، والعكس هو صحيح طبعا دائما. وإذا عندي حركة بالربع الثاني يقابلها حركة بالربع الرابع والعكس هو صحيح. إذا الفاكشن نرمزها ب f دالة يعني f of x بتساوي كذا، f of x بتساوي x تربيع، بعد شوي f of x لما يكون ترجمونتك بنقول x f of x بتساوي على سبيل المثال sin x plus cosine x j زائد جتا، f of x بتساوي square root of x plus 2 وإلى آخره. راح نشوف عدة أنواع من الفاكشنز لكن على الطريق. إذا هاي هي دالة، الx هو متغير، فنقول f of x بتساوي كذا، فلما x يعلن نأخذ نقول صورة الصورة الx من خلال الدالة الموجودة معنا. هلا فاكشن بشكل عام f الست بي even نحكيها، نحكي الدالة هي زوجية if and if، إذا صورة أي نيجاتيف لـ x طبعا من خلال الدومين لو بتساوي صورة الx، فبتكون الفاكشن هاي زوجية for all، طبعا لما نعتمد على دومين معين for all x موجودة بالدومين of f، الدومين هو المجال اللي نأخذ منه قيم الـ x. هلا نوت لما تكون عندنا الفاكشن هي زوجية، the graph هذا راح نشوفه طبعا على الطريق، جراف the graph راح نشوفه على الطريق مستقبلا، هلا ما بعنينا. the graph of an even function لما بدي أرسم الـ even function فهي متماثلة symmetric about the y-axis، هذا اللي حكيناه إنه أي حركة على يمين المحور يقابلها حركة نفس الحركة على يسار محور الواي طبعا الأكسيس، والعكس هو صحيح. هذا a function f is said to be odd فردية إذا كان ب f and f تكافئ ال f صورة النيجاتيف لل x طبعا x من خلال الدومين بتساوي minus صورة ال x for all x belong to domain of f على مجال f. طبعا الجراف في هاي الحالة the graph of an odd function، الجراف للدالة الفردية هي symmetric symmetric about the origin متماثلة حول الأوريجن. كمان مرة نحكي شو معنى التماثل حول الأوريجن، الأوريجن هي نقطة الأصل، أي حركة بالربع الأول طبعا الجراف أنا بعد بحكي
بالربع الأول للفاكشن يقابلها نفس الحركة بالربع الثالث والعكس هو صحيح. يعني إذا كان في حركة بالربع الثالث يقابلها بالربع الأول نفس الحركة، وكذلك أي حركة بالربع الثاني يقابل نفس الحركة بالربع الرابع والعكس هو صحيح. إذا طبعاً في عندي حركة بالربع الرابع يقابلها نفس الحركة بالربع الثاني. هذا راح نشوفه على الطريق من خلال خلينا نقول الجراف. هلا بدنا نحدد، هي عندي فاكشن بدنا نحدد كمان whether the function is even or odd. بنحدد هاي الفاكشن هي even أو odd. طبعا هاي الدالة فبك بتساوي الجذر التكعيبي of x in the power of 5 minus x in the power of 3. فبك بتساوي الجذر التربيع ل x تربيع زائد 5 على x in the power of 4 plus 3. فبك بتساوي الجذر التربيع ل x in the power of 4 minus x. فاحنا رايحين طوالي مباشرة ناخذ ال f of minus x. طبعا بما انه مش معلن الدومين، الدومين طبعا يحدد على الطريق حسب هنقول الفاكشن. هلا بما بغياب الدومين فناخذ مباشرة بهذا الشكل. فهذا يعني انه على الدومين اللي يحدد اذا كان طبعا يعلن دومين. فبالحالة الأولى بأخذ الـ f of minus x فعوض، بدي أحل بحل الـ x minus، بدي ببحث شو علاقة الـ f of minus x بالـ f of x. فبدخل على الجذر التكعيبي من الداخل فعوض بدل x minus x وبأرفع القوة 5 minus، بعوض بدل x minus x برفع القوة 3. هلا بظل الجذر التكعيبي موجود، هلا ناقص 5 عند باور 5 بصير ناقص 5 اللي بيساوي الفردي، ظل لي minus x in the power of 5 وهذا عندي minus، لكن لما أرفع minus x in the power of 3 يصير minus x in the power of 3، لكن minus في minus plus يصير plus x in the power of 3. إلا لما أطلع عامل مشترك، لأنه بقدر أطلع minus خارج الجذر التكعيبي من الداخل، بيصير هذا minus goes x in the power of 5 وعند plus هذا يصير minus x تكعيبي. طبعا minus خارج الجذر التكعيبي بصير ماينس بر، ما بسبب نقول الجذر هو فردي، ماينس بره هاي تعطيني تساوي ماينس، هاي هي الـ f of x ماينس f of x. معناته نستنتج ان الـ f of minus x تساوي ماينس الـ f of x، فإذا الـ f is an odd function، هاي function هي فردي. نروح على الجزء الثاني. هلا الـ f of minus x قاعد بعوض محل x، بدي أحل minus x in the power of 2 plus 5، بالأسفل محل x بحل minus x in the power of 4 plus 3. طبعا هذا هو تحت الجذر في الجذر. طبعا هذا بنلاحظ إنه يعطيني الـ f of x مباشرة. إذا الـ f is an even function، هي دالة زوجية، وإذا بدي الجراف مستقبلا هي متماثلة حول محور الواي اكسيس، والأولى اللي هي بي A هي متماثلة، الجراف تبعها متماثل حول هاي، متماثل حول الواي الأورجن لأنها odd function الأورجن. إذا هاي متماثلة الجراف تبعها حول الأورجن وهاي حول الواي اكسيس. ثلاثة الـ f of minus x، هلا بعوض محل x minus x، يصير minus x in the power of 4 minus minus x. هلا لما برفع للأس الزوجي بصير هذا x in the power of 4، وعندي هنا minus في minus بصير plus x. لكن هنا نستنتج ان ال f of minus لا تساوي f of x، لا تساوي f of x، and ال f of minus لا تساوي minus ال f of x. فإذا the function f is not even nor odd، لا هي زوجية ولا فردية. هلا بهمنا حط طريق كذلك عارفين نتعامل مع فاكشنز الجباتر اللاحقة لا شك. هلا بهمنا انه نشوف الدومين الفاكشن المجال قيم الاكسز اللي تعطيني خلينا نقول صور. طبعا لما اتعامل مع نمبر تعطيني ريال نمبر، تعطيني الصورة كريال نمبر. find the domain each of the following functions، الدومين المجال
اللي بمعنى آخر لما بعوض إكس ما في عندي مشكلة، في عندي ريال نمبر، في عندي صورة. خلينا نشوف هاي الـ f of x بتساوي pi over the square root of x تربيع minus 3. لاحظوا الخمسة الموجودة بالمقام ما عندي مشكلة فيها، حتى لو كان هذا الفاكشن يثابت بدون الكسر تفوق بتساوي 5، فالدومين هو كل الريال نمبر، يعني صورة أي ريال نمبر 5 لو كان ما في كسر بحكي f of x بتساوي 5. إذا ما في عندي مشكلة بالبسط، فمشكلتي الحقيقة هنا بال المقام وهو تحت طبعا اكس تربيع ناقص 3 تحت الجذر. لو بدون جذر صحيح بدي اشيل اصفار بس بهاي الفكش الامامي، لكن بسبب الجذر كمان تحت الجذر بدي اياه يكون موجب، قيم موجب مش بس بنقول بشيل اصفار. فعندي هنا الحل لاي فمص بي ما تحت الجذر اكس تربيع ناقص 3 جريتر ذان 0، عشان ما باخذ نيجاتيف بسبب الجذر التربيعي تحت الجذر ولا باخذ اصفار. معناته نستنتج ان الاكس تربيع هي جريتر ذان 3، معناته القيمه المطلقه للاكس هي جريتر ذان سكوير روت اوف 3، يعني تحت القيمه الجذر للجهتين. معناته بناء على كيف نحل المتبعات زي ما شفنا بالسابق، معناته راح يكون اكس هو اقل من ناقص سكوير روت اوف 3 اور اكس جريتر ذان سكوير روت اوف 3. معناته الدومين of f هو من open ناقص ما لا نهاية لما أصل open ناقص square root of 3 union بسبب or من square root of 3 للما لا نهاية. هذا الدومين للفكشن الأول. للثانية لاحظوا الثانية اللي موجودة عندي هنا طبعا بسبب الجذر هذا الموجود فلازم، وهذا موجود بالبسط يعني ما بيهمني لو كان زيرو، فمعناته هذا بدي طبعا تحت الجذر، تحت الجذر ما بهمني زي ما حكيت لو كان تحت الجذر زيرو، فبدي هذا وبساوي او اكبر من زيرو، 10 بساوي او اكبر من 10 ناقص 6 بساوي اكبر من زيرو. وبنشوف الاصفار هنا هذا راح احطه كنقول كشرط، نشيل الاصفار الموجوده للبولينوميا الموجود عندنا هنا بعد ما نحل تحت، هاي راح نشيلها من خلال الدوم. راح نشوف اذا هنا هاي الفكشن الموجوده معي، انا حللت هذا البسط، التحليل هذا هو x minus 7 على x plus 3 واضح. فمص بي العشر ما تحت الجذر لانه ما بيهمنا يكون في زيرو، 10 ناقص لكن ما بدي نيجاتيف، 10 minus 6 is greater than or equal من 0. And بستثني الأصفار الموجودة بالمقام، عندي x بديها لا تساوي minus 3 ولا بتساوي and ما بتساوي x x لا تساوي 0. طبعا لما أنقل على الجهة الثانية ال x راح يكون عندي x is less than or equal من 10 and x لا تساوي minus 3 و x لا تساوي 7. فإذا الفترة هاي اللي هي طبعا من ناقص ما لا نهاية open لحد العشرة بستثني منها، بشيل minus الست اللي contains أصفار إيش؟ أصفار المقام، فشلنا من خلال الفترة هاي minus 3 والصفر، هاي طبعا داخل الفترة فمشيلات من داخل الفترة. example find the example الثاني the domain مجال and the range each of the following function. range طبعا هنا اللي يعني بالكتب الكالكولاس هو مجموعة الصور الموجودة اللي ناتج خلال نقول كامل الدومين، هي مجموعة الصور. لكن احنا لما نروح على مسافة السفتيري راح بين الرينج بين الايمج اوف الاف، خلينا احنا هنا نعتمد التحديد الموجود عندنا هنا انه نبحث عن مجموعة الصور باللغة الثانية. اذا دومين القيم اللي تأخذ الاكسز اللي طلع لي نقول صور الاكسز من خلال ست اوف ريال نمبرز وما فيها اي اشكال، يعني طلع لي باستمرار نقول صورة او صور كريال نمبر.
خلينا نشوف الدالة الأولى f of x بتساوي square root of 3 minus x minus 4. هلا باخذ بدي الدومين، وبعد ما نطلع الدومين أكيد نروح نبحث عن رينج، عن مجموعة الصور. فمست بي بما أنه عندي جذر هنا أنه 3 minus x، هذا الشرط الوحيد مشان الدومين 3 minus x is greater than or equal to 0. لما نقول x على الجهة الثانية بتصير x بتساوي أو أقل من 3. فالدومين موجود عندي هنا اللي راحين نعتمده لأنه ما في عندي مشكلة بالناقص 4. فالدومين هذا اللي تحكم فيه الجذر هو من open minus infinity لحد 3 close بسبب عندي يساوي أو لا. and the range، لاحظوا كيف بدي أخذ الرينج. هاي الفاكشن فيها استمرارية، هي continuous، ما في عندي مشكلة فيها، واضح؟ بس ما في عندي لغة continuous. أنا طبعاً اللي راحين نحكيه، لاحظوا لما نبدأ نعوض نقول الثلاثة ولما نصل للناقص مال نهاية الأسفل شو بيصير؟ لما عوض الثلاثة هنا فثلاثة ناقص ثلاثة هي زيرو. إذا صورة الزيرو ناقص أربعة is minus four. إذا صورة الثلاثة هي minus four. طيب بنصعد بنصل ل لما اروح لاوبن، طبعا هذا بعد شوي راح اشوف الليمت. لما بعوض ناقص 8 هون بدل الاكس بصير عندي تحت جذر 3 زاد ما لا نهايه. جذر ما لا نهايه هو ما لا نهايه، ماينس 4 هو بيضل لي ما لا نهايه. فالرينج الصور هي زي ما حكينا قبل شويه من خلال دوين صوره الثلاثه راح تكون كلو عند الناقص 4 كلوز، وبعدين نقول لما اقترب من ناقص ما لا نهايه من جهه اليمين راح باخذ نقول بقترب من صوره من ما لا نهايه من جهه طبعا من جهه اليمين، وهون راح اقترب من جهه اليسار بسبب التناقص الموجود عندي هون. اذا بسبب الاستمراريه انا اخذت بالشكل بهذا الشكل مباشره. اذا هذا هو الرينج، هي مجموعه الصور بالفاكشن بشكل مختصر. range of f domain of f هو المجال. بنروح للدالة الثانية، كيف بطلع الدومين؟ لما يكون الاقتران أو الدالة هي متشعبة بنروح على الأطراف هاي الأجزاء هاي التشعبات هاي للإكسس، الشروط الموجودة على الإكسس. فالدومين راح بيكون الفترة هاي الموجودة في الإكسس اتحاد الفترة هاي اتحاد الفترة هاي، هي بناخذها مباشرة هنا. فالدومين راح يكون كلوز 0 لحد 3 قطنا من هون، اتحاد من 3 ل 5 اوبن اوبن بسبب ما فيه يساوي، وعندي اتحاد يعني كلوز من 5 للما لا نهايه. طبعا هذا لما نضمهم مع بعض لاحظوا 3 كلوز في استمراريه 3 اوبن، فنضم من 0 لنكمل لل 5 اوبن. هلا اوبن في عندي كلوز 5، نضم من 5 للما لا نهايه، فالدومين راح يكون بضم الانترفال من كلوز 0 للما لا نهايه. هلا كيف بنطلع الرينج؟ بدنا مجموعه الصور، نشوف الصور مجموعه الصور الانترفال الاول والثاني والثالث ونضمهم كذلك مع بعض. لاحظوا هنا في استمراريه كذا، صوره الزيرو هي 1، لما اعوض 0 تعطيني 1 هنا، 0 تربيع زائد 1 1. لما اعوض 3 3 ان ذا باور اوف 2 از 9 بلس 1 هي 10. طبعا في تصاعد، فعندي مجموعه الصور الانترفال هذا هي من 1 لحد 10 عشان نطلع رينج مجموعه الصور. اتحاد نروح على الجزء هذا، لاحظوا لما بروح بصور اكثر من الثلاثه بعوض هنا شو باخذ؟ باخذ ناقص 3 زائد 13 كم؟ هو 8. طيب نروح على 5 طبعا زائد 3 عفوا ناقص 3 زائد 10 للثلاثه اللي اوبن 3 راح باخذ 10. لما باخذ 5 لاحظوا ناقص 5 زائد 13 فعندي 8. هاي في تناقص هي ديكريزنج بالمنطقه هاي، فاحنا هنا على المستقبل راح نشوف كيف الديكريزنج والانكريزنج، لكن مبدئيا بسبب الكونتينيوز ناخذ القيمه الاقل على يسار الانترفال والاعلى على يمين الانترفال. إذا راح يكون عندي 8 10 انقلبت وانا بسبب الديكريزنج، هذا إذا 8 اوبن 8 لحد 10.
اتحاد، أنا في تصاعد، لما أعوض خمسة فعندي خمسة زائد خمسة عشر، طيب لما أروح للمال النهاية، إذا أنا بادي من عشرة بسبب التصاعد، وعندي مال النهاية زائد خمسة هي مال النهاية، ففي عندي كلوز 10 للمال النهاية. طبعا لما أضمهم مع بعض عشان بطلع الرينج، لاحظوا في عندنا في تداخل، هذا ما بيهمني، يعني مجموعة الصور الموجودة داخل الانتيرو هي موجودة هنا، يعني في اشتراك بالصور، هذا بنضم، يعني ما زال عندي من واحد للعشرة اتحاد من الثمانية للعشرة open، هذا موجود بالداخل، بنكمل بعدين في عندي على العشرة في عندي هنقول لقاء، ها صوت العشرة في اشتراك كمان للخمسة مع الثلاثة اشتركوا مع بعض، فبنضم عندي من واحد عشرة عشرة المال النهاية، وبصير عندي من كلوز 1 للمال النهاية. إذا هذا هو، هاي هي مجموعة الصور. يعطيكم العافية واللقاء في محاضرة ثانية.